الالنر ارتري اهو، ده اللي هو ده اللارجر اوف ذا تو تيرمينال برانشز اوف ذا براكيال ارتري. يعني ده البراكيال ارتري، اتفقنا اوبوزيت النيك اوف ذا ريديوس بيتقسم لتو ارتريز، واحد اسمه راديال ارتري والتاني اسمه النر ارتري. فالالنر ارتري ده one of the two terminal branches of the of the brachial artery at the neck of the radius. بيمشي الكورس بتاعه، هو الالنر يعني عايز يروح للميديال سايد، فبيمشي الاول اوبليك وبعدين بعد كده ينزل فيرتيكال. ادي هو نازل اوبليك اهو وبعدين ينزل ايه فيرتيكال، فبياخد الاوبليك كورس كده بعدين ينزل فيرتيكال كورس لحد الريست، ما بيمشي هو in front of the flexor retinaculum. هنا في الحتة دي الفليكسور retinaculum، بعد كده الالنر ارتري بيخش في الهاند اهو بعد ما يعدي الفليكسور retinaculum ويعمل لي ارش اسمه superficial بالمر ارش، اسمه superficial بالمر ارش. يبقى ده الاوبليك كورس وده الفيرتيكال كورس. اما نيجي نشوف الريليشنز ازاي يالف الريليشنز، طب تعال نشوف الانتيرو ريليشن هتبقى ازاي. دي الميديال ايبوكوندايل، كان بيطلع من هنا خمسة مصر، برونيتور تيريس، فليكسو كارباريا دياليس، بالماريز لونجاس، فليكسو ديجيتورام سوبرفيشاليس، وفليكسو كارباريا النارس. أربعة مصر، واحد اتنين تلاتة أربعة، يعملوا كروسنج للأرتري اللي هو الألنر أرتري، يعملوا كروسنج للأوبليك بارت أوف ذا ألنر أرتري. والخامس اللي هو ده أربعة مصر، المصر الخمسة تمشي أنتيرور بالنسبه للايه للارتر. يبقى الانتيرور ريليشن سكينو سوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا والكلام اللي احنا بنقوله، بعدين برونيتور تيريز او نقول اتيس كروسد باي برونيتور تيريز، فليكسو كارباريا دياليس، بالماريز لونجاس، فليكسو ديجيتورام سوبرفيشاليس، ويجي الخمسه اللي هي الفليكسو كارباريا نارس، نقول كفرد باي فليكسو كارباريا نارس. طبعا في اللور بارت بتاعته بيرجع سوبرفيشال ايه تاني، ده الانتيرور. اما البوستيرور في ايه؟ قال لك هو ماشي على مصر هنا اسمها فليكسور ديجيتورام بروفاندس، لكن قبل ما يمشي هنا على الفليكسور ديجيتورام بروفاندس كان في مصر تانية هو بيعدي عليها اسمها البراكياليز مصر. يبقى البوستيرور ريليشن الاول في جزء من البراكياليز، بعدين ده اللي هي بيسموها الفليكسور ديجيتورام بروفاندس. نيجي الميديال سايد واللاترال سايد. الميديال سايد انا عندي التندون بتاع الفليكسور كارباي النارس اهو على الميديال سايد، وبعدين النيرف كمان المفروض ان هنا بيبقى فيه الالنر نيرف. يبقى عندي هنا ادي الارتري اهو، ادي الالنر ارتري، وادي النيرف اهو اسمه الالنر نيرف. يبقى على الميديال سايد بتاعي في الالنر ايه نيرف والتندون بتاع الفليكسور كارباي النيرف. فعلى اللاترال سايد الاقي التندون بتاع الفليكسور ديجيتورام سوبرفيشاليس، يبقى هنا الاقي على اللاترال سايد بتاع الفليكسور ديجيتورام ايه سوبرفيشاليس. طبعا خد بالك هنا ده البراكيال ارتري امتداده هنا ده الريديال ارتري، الالنر ارتري ماشي هنا ديب الاول، ده الديب كورس، واللي ابتديت اشوفه ده الجزء ده اللي هو ايه السوبرفيشال وان اللي هو هنا ده، او ده الاوبليك بارت وده الجزء الفيرتيكال بارت. يبقى لما نيجي نشوف هنا ده دخل ديب كده، وبعدين هنا اهو وصل هنا لحد الفليكسور ديجيتورم بروفاندس اهي بقى سوبرفيشال الفليكسور ديجيتورم ايه بروفاندس. يبقى الريليشنز بتاعتي انتيرولي سكينو سوبرفيشال فاشل دي فاشل، وبعدين في الخمسه مصر برونيتور تيز فليكس كارباريا ديس لونجس بالماريس لونجس فليكس ديستورم سوبرفيشاليس، وبعدين فليكس كارباريا انيرز، فليكس كارباريا انيرز بتغطي الجزء ده. يبقى ده الانتيرو. نيجي بوستيرو هيعدي هنا على مصر اللي اسمها براكياليس في الاول، هيعدي على المصر اسمها، وبعدين يعدي على المصر اللي اسمها فليكس ديجيتورم ايه بروفاندس هنا. نيجي بعد كده على الميديال سايد ابص الاقي الالنر نيرف والتندون بتاع الفليكسور كارباي النارس، على اللاترال سايد في التندون بتاع الفليكسور ديجيتورام ايه سوبرفيشاليس. كل دول بيكونوا لي الريليشنز اوف ذا النر ارتري. النر ارتري ما ننساش انه لما بيخش في الهاند بيمشي سوبرفيشال للفليكسور ريتيناكولم وبيعمل لي ارش، ده اللي اسمه سوبرفيشال بالمر ارش. اما نيجي هنا للبرانشز، ادي النر ارتري اهو، البرانشز ايه بتاعته بقى؟ قال لك الاول طبعا بالاضافه للماسكولار والنيوترانت ارتريز بيديني انتيرور النر ريكارنت ارتري، والتاني ده اسمه بوستيرور النر ريكارنت ارتري. يبقى ده انتيرور النر ريكارنت وده بوستيرور النر ريكارنت. الانتيرور النر ريكارنت
يعدي in front of the medial epicondyle. ال posterior ulnar recurrent يجي على ال back of the medial epicondyle. وطبعا ده الاولاني ال anterior ulnar recurrent هيعمل anastomose مع ال inferior ulnar collateral. وبعدين الثاني اللي هو ال posterior ulnar recurrent ده بيعمل anastomose مع ال superior ulnar collateral. ده بيعمل انستموز مع سوبيرو ارنال كولاترال. يبقى الانتيرور بيعمل انستموز مع الانفيرو ارنال كولاترال، وبعدين البوستيرور بيعمل انستموز مع السوبيرو ارنال كولاترال. دولت اللي اسمهم ارنال ريكارنت، انتيرو ارنال ريكارنت وبوستيرو ارنال ريكارنت. بعد كده يطلع ارتري اسمه كومان انتر اوسيس ارتري. الكومان انتر اوسيس بيديني انتيرو انتر اوسيس اهو، وبوستيرور ايه انتر اوسيس. انتيرو انتر اوسيس خد بالك هنا، ده الانتيرو انتر اوسيس ده اللي هو بيمشي انتيرو للانتر اوسيس من برين، والبوستيرو انتر اوسيس بيمشي على البوستيرور بالنسبه للانتر اوسيس ايه من برين. البوستيرو انتر اوسيس ما ننساش ان ده بيدي ارتري اسمه انتر اوسيس ريكارنت ارتري، وده بيخش في الاناستموزز على الباك اوف ذا لاترال ايبيكوندايل. يبقى هنا في انتر اوسيس ريكارنت ارتري بيخش على الباك اوف اناستموز ات ذا باك اوف ذا ايه لاترال ايبيكوندايل. نيجي بعد كده الارتري الالنر ارتري ينزل، يروح مديني بعد كده انتيرو كاربال برانش وبوستيرو كاربال برانش. يبقى هنا انتيرو كاربال برانش وبوستيرو كاربال برانش، وهو نفسه يخش عشان يكمل ويعمل يشارك في تكوين او يكون لي الايه سوبرفيشال بالمر ارش. ده اللي بيكون لي سوبرفيشال بالمر ارش. يبقى البرانشز بتوعي الخصهم انتيرو النر ريكارنت يجي على الفرونت بتاع الميديا اللي بيكون دايل، بوستيرو النر ريكارنت يجي على الباك بتاع الميديا اللي بيكون دايل، كومان انتر اوسيس يديني انتيرو انتر اوسيس وبوستيرو انتر اوسيس. بصير انتر اوسيس بيديني ارتري اسمه انتر اوسيس ريكارنت ارتري. بعد كده في انتيرور كاربال برانش، والتاني اللي ورا ده اسمه بصيرو كاربال برانش. ده انتيرور كاربال برانش وهنا بصيرو كاربال برانش. وبعدين في النهايه الارتري ده اللي هو الالنر ارتري بيعمل لي سوبرفيشال تيرمينال برانش اللي هو بيخش في تكوين سوبرفيشال بالمر ارش، وبيديني ديب برانش اللي هو طبعا الالنر ارتري بتقسم سوبرفيشال برانش وديب برانش. سوبرفيشال برانش ده بيخش في تكوين سوبرفيشال بالمر ارش، الديب برانش ده بيخش في بيتحد مع الراديال ارتري ويعمل لي الديب بالمر ارش. يبقى سوبرفيشال بالمر ارش اللي هنشوف الهند متكون ملي من الالنر ارتري، اما الديب بالمر ارش اللي هو ده اهو بيكون من الراديال ارتري مع برانش صغير من الالنر ارتري.